الدين ده أنا أشعر بالملل في بيتي. دعونا نذهب رحلة معا. إلى أين؟ كيف نذهب إلى الحديقة ثم التوقف عند المسبح؟ فكرة جيدة. طيب سأستعد. انتظرك. وعليكم السلام. انتظرني أولا، أريد أن أذن إلى ولدي. طيب. واو، البركة جميلة جدا. جميلة جدا. نعم، هل نجوز أن نجلس معا؟ مع سرور. تفضلوا. يا عائشة، هيا نجلس معا. طيب يا ليان، هل أنت مقدرة؟ لا كثيرا يا أختي. Thank you.